كتبت، انا كتبت الحصه في الشات. انا ما خدتش بالي والله، اصل المشكله ان انا بعمل يعني من اول امتى اللي النت قطع؟ حوالي 5 دقايق او 10 دقايق. 10 دقايق اول ما حضرتك غيرت من اول المسمات السلايد الثانيه يا باشمهندس، من اول مسماتيك الموديل يا دكتور. طيب خلاص انا ارجع تاني للمسماتيك الموديل. انت بتقصد طبعا مسماتيك الموديل بتاع الجروس فاكتور. اه بالظبط تي اي اف والاف بيساوي الاف. طيب معلش يا باشمهندس احمد عبد الله، بما انك مندوب الدفعه لو حصل حاجه نبهني اطلبني على الموبايل، انا ما ببقاش شايف حد. بعت لحضرتك على الواتساب يا دكتور، بعت لحضرتك. ما بشوفش انا، بشوفش يعني لازم تطلبني معلش، انا بشوفش الحاجات دي، انا مركز معاك ومركز في السلايد، انا بشوفش اي حاجه تانية. حاضر يا دكتور. اللي ممكن تنبهني ان يبقى في اتصال. حاضر لو حصل يعني. طيب نرجع للسلايد دي، السلايد اللي هي بس تكملوا تسجيل ما ينسوش. تمام تمام بسجل. الجروس فاكتور يا شباب قلت لك هي، او يعني هقول تاني بقى باعتبار ان انا كنت بكلم نفسي مش بكلمك انت يعني. الجروس فاكتور بيبقى علاقة ما بين البريزنت تريبس والفيوتشر تريبس، يعني عشان تجيب الفيوتشر تريبس لازم تعرف البريزنت تريبس وتضربها في فاكتور تكبره. والكلام ده بيتم لكل زون على حدة، لكل زون على حدة. التي اي اف ده الفيوتشر تريبس، والتي اي بي اللي هو الكرنت تريبس، والاف اي هو الجروس فاكتور. الجروس فاكتور ده ممكن يجي بطريقتين، يا اما يجي هيستوريكالي يا اما يجي بيزد على الافكتيف فاريبل. الصيغه اللي قدامنا ديت هي بيزد على الافكتيف فاريبل. نفترض ده فور اكزامبل، يعني نفترض ان الافكتيف فاريبل كان هو البوبوليشن، ساعتها شوف البوبوليشن في المستقبل هيبقى كام، اقسمه على البوبوليشن في البريزنت يدي لك جروس فاكتور للبوبوليشن. نفترض هو نفس الجروس فاكتور بتاع التريبس، ناخده ونضربه في الكرنت تريبس يقوم يديني الفيوتشر تريبس. دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه ان انا اجيبها هيستوريكالي، لو انا عارف معدل الزياده السنويه في التريبس قد ايه، وده يتطلب يبقى عندي هيستوريكال ريكوردز للتريبس، يعني سنه مثلا من 5 سنين كان كذا والسنه دي كان كذا، وبالتالي اقدر اقول في الفتره دي كان بيزيد بمعدل سنوي قد كده، وافترض ان نفس المعدل السنوي دوت هيستمر معايا في الفيوتشر، وبالتالي اقدر اجيب الجروس فاكتور لغايه الفيوتشر هيبقى قد ايه. المعادله اللي قدامنا دي بتقول ان الجروس فاكتور بيساوي 1 بلس الزياده السنويه مرفوع لباور ان، حيث ان هي عدد السنين بين البريزنت وبين الفيوتشر. الطريقه دي بتعتمد للاسف على متغير واحد، وبيبقى صعب ان انت تحط اكتر من متغير، ولذلك بتبقى مش دقيقه، لان كده انت بتقول هعتمد على متغير واحد وبتهمل بقيه المتغيرات اللي ممكن برضو تبقى قويه. صحيح انت خدت اقوى متغير، لكن في متغيرات اخرى ايضا مؤثره، ففي الغالب متغير واحد ما بيبقاش كافي. اكزامبل عشان يوضح الموضوع، بقول لك ان في كومباوند، الكومباوند ده فيه 500 شقه حاليا، يعني فيه 500 شقه وفيه 200 فيلا، وحاليا برضو يعني النهارده كارنت يعني بيطلع رحلات 200 رحله من الشقق و350 رحله من الفيلات. عايز احسب الفيوتشر تريبس في حالتين. الحاله الاولانيه لما يحصل اكتمال للكومباوند، الكومباوند خلاص اتملى يعني اتبنى والناس سكنت وكله تمام، فعشان اعرف الفيوتشر تريبس لازم اعرف طب اتملى ده وصل قد ايه، يعني اذا كان ال 500 شقه بيطلعوا 200 رحله، طب هو لما يتملى هيبقوا كام شقه؟ انا ما اعرفش، لازم ارجع للديزاين. فانا بقول لك بقى ان هو حاليا الشقه دي هي تمثل 60% من الديزاين، وال 200 فيلا دول يمثلوا 40% من الديزاين، وبالتالي يبقى اقدر اتوقع دلوقتي عدد الشقق في الديزاين قد ايه في الفول اوكوبيشن يعني، وفي العدد الفيلل قد ايه لما يحصل اكتمال في المشروع. فبسالك بقول لك ايهما انسب، الطريقه دي بتاعت الجروس فاكتور دي ولا الطريقه دي؟ يعني مين فيهم؟ الطريقه دي هتبقى اسهل ان انا اطبقها ولا الطريقه دي؟ مين فيهم الاولانيه ولا الثانيه؟ مين
معايا شباب ولا برضو؟ الاولانيه يا دكتور. الاولانيه صح كده. طب لما تيجي تقسم بقى الفيوتشر بريزنت تقسم مين على مين؟ يعني انا عارف ان البريزنت ب 500 شقه والفيوتشر يبقى كام؟ يعني اكيد الفيوتشر عدد الشقق كلها على 60 من من ال 500 صح كده؟ باعتبار ان ال 500 دول اللي هم 60%، يبقى ال 100% هم عباره عن 100 على 60 مضروب في 500، يبقى الجروس فاكتور في الحقيقه هو 100 على 60. يبقى الجروس فاكتور هنا بالنسبه للابارتمنت هو 100 على 60 يعني 1.67، بينما الفيلا الجروس فاكتور بتاعها بما انها النهارده هي 40% يبقى 100 على 40 يعني 2.5، يعني الفيلات عددها هيزيد مرتين ونص نتيجة ان هي حاليا 40% بس، يبقى هتزيد مستقبلا في سنة الاوكوبيشن هتزيد مرتين ونص. طيب يبقى التريبس بقى عبارة عن ايه؟ نطبق بقى في الماثماتيكال موديل ده بتاع الجروس فاكتور، ان التريبس اللي هتخرج من الزون كلها على بعضها عبارة عن التريبس اللي هتخرج من الابارتمنت بلس التريبس اللي هتخرج من الفيلاز. الابارتمنت حاليا 200 بريزنت اضربها في جروس فاكتور اب تو ذا فيوتشر يير اللي هو 1.67 انا لسه حاسبه، والفيلات تضرب 2.5 لما اجمع ده يديك 1208 تريبس بير داي. مفهومه دي يا شباب؟ دكتور معلش انا اسف انا ما فهمتش المثال بصراحه. طيب ما فهمتش ايه بالظبط؟ اسال سؤالك يعني ايه اصعب حته فيك؟ يعني الكلام اللي مكتوب كتير. دكتور لو سمحت معلش. طيب طيب ماشي، يعني هو بيقول ان الكلام صعب شويه، تعال نقراه واحده واحده، لكن بس عشان كنت قلته لما النت انا ايه يعني كنت بجري شويه باعتبار ان الحلقه قبل كده. لكن هنا بيقول لك النهارده في كومباوند معين او في زون معين فيها 500 شقه وفيها 200 فيلا. لغايه هنا مفهوم دي ولا دي صعبه؟ لا تمام. طيب بقول لك الزوم ده بيخرج منها النهارده 200 رحله من الشقق و350 رحله من الفيلات، يعني الناس اللي قاعده في الشقق ال500 دول بيعملوا 200 رحله، والناس اللي قاعده في ال200 فيلا دول بيعملوا 350 رحله. لغايه هنا مفهوم؟ مفهوم تمام. طيب بقول لك احسن تو كيسز، اول كيس منهم يعني ايه فيوتشر تريبس؟ يعني ال 200 دي في المستقبل بقى هيبقوا 200 برضه ولا هيزيدوا شويه؟ 350 رحله دول هيزيدوا ولا هم اكيد هيزيدوا. ليه هيزيدوا؟ عشان عدد الشقق هيزيد وعدد الفيلات هيزيد، وادام عدد الشقق زاد يبقى عدد الناس اللي جوه الشقق زادت، وادام عدد الفيلات زادت يبقى عدد الناس اللي جوه الفيلات زادت، وبالتالي الرحلات هتزيد. طيب عشان اعرف التريبس لازم اعرف بقى الابارتمنت في المستقبل هتبقى كام؟ والفيلات في المستقبل تبقى كام؟ اول كيس عندي بقول لك اعتبر سنه الاوكيوبيشن فول اوكيوبيشن. كلمه فول اوكيوبيشن يعني المشروع اكتمل، يعني المشغوليه وصلت 100%. بس انا بقول لك بقى معلومه ان هنوصل 100% بس ال 500 دول يمثلوا كام؟ فبقول لك ال 500 دول يمثلوا 60%. يبقى انت بقى لو ال 500 دول يمثلوا 60% يبقى الديزاين يبقى كام؟ اكيد هتقول 100 على 60 مضروبه في 500 يطلع لك مثلا 600 مثلا. وال200 اللي هي الفيلات بقول لك ان هي حاليا 40% بس، ادام ال240% يبقى هتكبر بنسبه 2.5 اللي هي 100 على 40، يبقى ال200 دي هتبقى 500. ليه ال 200 تبقى 500؟ عشان ال 200 على ال 500 ب 40%. دكتور معلش ممكن تقول النقطه دي تاني؟ لو انت عندك النهارده الفيلات 200 فيلا ودول عباره عن 40% من الفيلات المستهدفه في الديزاين، يبقى الديزاين المفروض فيه كام فيلا؟ هنقسم ال 100 على 40 تطلع ب 2.5 200 تطلع لك 500 صح كده ولا صعبه؟ شباب يا
يعني انا باخد نسبه الفيلات من الـ من الـ من الـ 100% كلهم اللي هم السكنات كلها اللي موجوده في الكومباوند، وبعد كده اروح في عدد الوحدات بتاع المنشاه ده. لو كان مثلا يعني مثلا هي لو بتشغل 40% فبقول 100 على 40 واخد ال 2.5 دول اضربها في عدد الفيلات. يدي لك ايه بقى؟ يدي لك عدد الفيلات بتاع في المستقبل، صح كده؟ لان هي النهارده 40% يبقى اكيد في المستقبل هتزيد، السنه اللي جايه تبقى 50، اللي بعدها مثلا تبقى 60 لغايه ما نوصل 100%. ف 100% ده اكيد هيبقى اكتر من ال 200. اكتر بكم مره؟ ب 2.5. عرفت منين 2.5؟ عشان النهارده هو 40% بس. يبقى 40% دي عشان اجيب الجروس فاكتور اقسم النهارده الفيوتشر على البريزنت، اهو الفيوتشر على البريزنت يدي لك الجروس فاكتور. فالفيوتشر هو 100%، البريزنت 40%، يبقى الجروس فاكتور 2.5. في الابارتمنت الفيوتشر هو 100% لان انا بتكلم على سنه الاوكيبيشن الفول اوكيبيشن، يبقى 100% على البريزنت. بالنسبه للابارتمنت 60%، يبقى الجروس فاكتور 1.67. اذا كان الرحلات النهارده انا ما يهمنيش بقى عدد الشقق تبقى قد ايه والفيلات قد ايه، انا عايز الرحلات، فهضرب الجروس فاكتورز دي في الرحلات بتاعه النهارده. هو قال لك هنا ان رحلات النهارده 200 بالنسبه للشقق و 350 بالنسبه للفيلا، اضربه في الجروس فاكتورز دي يديني الرحلات اللي خارجه من الشقق قد ايه والرحلات اللي خارجه، اجمعهم على بعض يديني الرحلات الاجمالي. نعم كنت بتكلم، كنت بتقول ايه؟ حد ليه سؤال يا شباب؟ انا سمعت يا دكتور عايز اسال سؤال. اسال. هو حضرتك لما قلت هنا فول اوكيبيشن احنا خدناها 100%، تمام؟ ايوه. كلمه طيب. فول اوكيبيشن يعني 100%. المشروع انتهى. طيب هل في يعني كيس ممكن، هل في اي كيس ممكن تبقى حاجه غير ال 100%؟ يعني ممكن مثلا يديني نسبه ثانيه للمشروع فبالتالي اجي احطها يعني؟ طبعا ممكن اقول لك عند 70% من الاوكيبيشن. تمام ماشي شكرا يا دكتور. ساعتها تقسم 70 على 60. مثلا تمام اقول لك عن 70%، ولو انت عايز 70% الفيلات هتقسم 70 على 40. تمام. السؤال هو انا ليه ما ضربتش الفاكتور اللي هو 2.5 ده في الفيلات ده في 350 فيلا مش 200؟ انا ضربت 350 تريبس مش 350 فيلا، انا ماليش دعوه بالفيلات، انا عايز التريبس قد ايه. التريبس في الفيوتشر بتساوي التريبس في البريزنت مضروبه في جروس فاكتور. التريبس في البريزنت 350. ايوه تمام. مش ال 200، ال 200 دول ده عدد الفيلات. انا عايز كام رحله في البريزنت عشان اضربها في جروس فاكتور يديني كام رحله في الفيوتشر. واضحه؟ تمام ماشي. طيب نشوف الكيس الثانيه بقى. الكيس الثانيه بقول لك في سنه 25 اهو. لما كان زميلنا بيقول هو في كيسز ثانيه، في كيسز كتير. انا عايز منك تحسب لي التريبس سنه 25، يعني بعد كام سنه؟ بعد 4 سنين. بعد 4 سنين صح، بعد 4 سنين. بس انا مدي لك بيانات هيستوريكالي، بقول لك ان الابارتمنت معدل الزياده فيها هي 10%، يعني بتزيد سنويا ب 10% والفيلات بتزيد سنويا ب 5%. يبقى استعمل اني جروس فاكتور، الاولاني ولا الثاني؟ كده الثاني. كده الثاني صح كده. الار تبقى بكام؟ الار تبقى بكام؟ الار تبقى ب 10% بالنسبه لمين؟ بالنسبه للابارتمنت. و 5% بالنسبه لمين؟ بالنسبه للفيلا. طب والان بكام؟ بالاربعه. وبالتالي هقدر اجيب دلوقتي الجروس فاكتور بالنسبه للابارتمنت 1 بلس 0.1 تو ذا باور 4 1.46، وبالنسبه للفيلات 1.05 تو ذا باور 4 يدي لك 1.22. اعمل ايه بالجروس فاكتورز دي؟ اضربها في البريزنت تريبس. بالنسبه للشقق هم 200، وبالنسبه هم 350، يبقى هضرب ال 200 في 1.46 وال 350 اضربهم في 1.22 واجمعهم هيديك 719. مفهوم الحاله الثانيه؟ يا دكتور الحاله الثانيه اسف. تمام يا دكتور. هي الحاله الثانيه وضحت الاولانيه.
هو كل يعني انت عمال تجيب الحالتين عشان يوضحوا بعض. فانا هنا بقى اسالك سؤال بقى، واضح كده؟ واضح ان الزونز في سنه 25 بتطلع 719 رحله، بينما في الفول اكوبيشن 1208 رحله. يبقى الفول اكوبيشن ده هيحصل قبل 25 ولا بعد 25؟ بعد 25. بعدها بكام سنه بقى؟ يعني سنه كام؟ يعني لو احنا حبينا بقى نجيب السنه اللي هيحصل هتبقى سنه كام؟ ممكن حد هعوض في نفس المساله واخلي لان هو اللي خلي لان هو برافو عليك. هنعوض في نفس بس نخلي لان هو الايه هو المجهول. طيب يعني قولي لي يا باشمهندس هيبقى هنحط هنا كام؟ هنحطها 1 زائد نفس الحاجه بس باور ان. لو حضرتك قصدك على يعني حضرتك قصدك على اني يعني طب خلينا اسالك سؤال تاني. انت اسمك ايه الاول بس؟ ساره ايه؟ ما ساره ايه وسكشن كام؟ معلش ساره كامل سكشن 5. سكشن 5. طيب قولي لي يا ساره خلينا نمسك في الابارتمنت دلوقتي. لو انت عايزه تعرفي الابارتمنت بتزيد سنويا 10% صح؟ ايوه. النهارده 60%، يبقى يا ترى هنوصل ل 100% امتى بالنسبه للابارتمنت؟ تقولي ايه؟ يعني تحسبيها ازاي؟ طب هو المفروض في السنه بيزيد 10% وهو دلوقتي 60%، فانا فاضل 40%، يبقى فاضل لي 4 سنين المفروض. يعني انت ال 10% زود قسمتيها كده، قصدي ال 40% الباقيين قسمتيهم بالتساوي، وبالتالي على 10% يبقى كل سنه 10% يبقى 4 سنين. لا الكلام ده مش دقيق. عشان المفروض في جروس فاكتور فما ينفعش ان انا احسبها كده لان العلاقه. ايوه برافو عليك. برافو عليك. عشان هو في الحقيقه دي يعني في اول سنه احنا النهارده 60%، السنه اللي جايه مش هتبقى مش هتزود 10%، انا هضرب ده في كام؟ هضرب دوت في 10، يعني ال 60 دي هتبقى 66. عارفه ليه 66؟ عشان اتضربت في 1.1 عشان هي سنه واحده، لكن بعد سنتين هتبقى 1.1 تو ذا باور كام؟ باور 2، يعني اكنها 1.1 مضروبه في 1.1، والسنه الثالثه 1.1 تو ذا باور 3 وهكذا. فانت عايزه تقولي ان ال 100 على 60 دي هتساوي 1.1 تو ذا باور ان. ايوه. يعني الجروس فاكتور اللي هو 100% على 60 دي هتساوي 1.1 تو ذا باور ان. طيب لو هي كده بقى هتجيب الان ازاي؟ تجيبها على الكالكوليتور ازاي؟ يعني 100 على 60 بتساوي 1.1 تو ذا باور ان، بتحسبي ان دي ازاي على الكالكوليتور؟ بالكالكوليتر عادي وحامل شيفت سول. ثانية واحدة هعملها. قولي ماشي اعمليها كده وقولي لها تبقى كام؟ هو معلش حضرتك هي 1 هي 100 على 60 بتساوي 1.1 باور ان. تمام. حد برضه يحسبها يا جماعه، الناس اللي معاهم كالكوليتور احسب كده وحد يحسب لنا. 5 سنين. 5 سنين وشويه. صح يا ساره ولا ايه؟ ايوه. طب طلعت كده. طب حد يحسب لي بقى الفيلات، هنقول ايه؟ هنقول 1.05 تو ذا باور ان، ده بيساوي كام بقى؟ هو الجروس فاكتور بتاع الفيلات في حاله الاكتمال بكام؟ 2.5. ب2.5 100 على 40، ده الجروس فاكتور اللي انا عايز احققه. يعني المعادله دي انا عايز احقق 2.5 هنا وفي نفس الوقت 1.05 هنا تو ذا باور ان، تطلع الان بكام؟ 18.7. 18 يعني قول 19 سنه. ايش ده هيحصل يا ترى بعد 5 سنين ولا بعد 19 سنه؟
بالنسبه للشقق بعد 5 سنين او 6 سنين، بالنسبه للفيلات هيحصل بعد 19 سنه. انا بتكلم على الكومباوند ككل، على الزون ككل هيحصل امتى؟ اكيد بعد 19 سنه. بعد 19 سنه خلاص مفيش يعني مفيش اي منشأ هيتم، خلاص تبقى كده نقدر نسلم مفتاح بقى الكل، ونقدر نسفلت الطرق، ونقدر خلاص بقى نتعامل مع الكومباوند، وانه خلاص مفيش اي انشاءات تاني. طيب خدوا بالك، عشان انا في الكويز في سؤال زي كده، يعني في سؤال قريب من المعنى ده. فاتمنى تكونوا انتم فهمتوا الكالكوليتر بتعملوها ازاي يعني على الكالكوليتر. طيب الطريقه الثانيه اللي هي طريقه الريجريشن، ودي احنا اتناقشنا فيها قبل كده كتير. بيبقى الموديل عبارة عن A node plus A1 في X1 وهكذا. الـ A node و A1 دي coefficient بتاعت الموديل، وبتبقى الـ X1 و X2 هي دي الـ independent variable. وانت عرفت خلاص بتحدد الـ independent variables ازاي بناء على التأثير والكلام ده، correlation matrix والحاجات الحلوة دي. وبعد كده تبني الموديل. لو تفتكر كنا خدنا كذا طريقة واحنا بنعمل الكاليبريشن، بنقعد مرة نعمل summation، ومرة بنضرب في X1 ونعمل summation، ونضرب في X2 ونعمل summation وهكذا. وبعد كده حل المعادلات دي مع بعضها وأطلع الكوفيشنت، يبقى أنا كده خلاص معايا الموديل ده كده الكاليبريشن. لما تيجي تعمل بعد ما تعمل كاليبريشن بتعمل evaluation للموديل باستخدام الR square والروت من square error والS E E والB S E E. كلام ده انت ضربت عليه كتير. وبعد كده بتعمل فاليديشن بداتا اخرى انت ما استخدمتهاش، وانت بتجيب الاي نوت واي 1 واي 2. ده الجديد بقى، ان انت بتعمل فاليديشن للموديل باستخدام داتا اخرى ما استخدمتهاش، وانت بتعوض هنا. يبقى الفرق بين الموديل ايفالويشن انت بتستعمل التريننج داتا نفسها، لكن الفاليديشن بنستعمل نيو داتا سيت. نشوف اكزامبل. الاكزامبل ده بقول لك ايه؟ بقول لك نفترض ان انت عندك في سينما معينه بنخطط نعمل سينما في مكان ما. السينما دي حجمها 100 سيت 100 سيت. فبقول لك يا ترى الديلي تريبس اللي هتجي لها قد ايه؟ اذا عملنا سيرفي، يعني لو انا عملت سيرفي لفور سينماز موجودين سيميلرز مع اختلاف طبعا السيت، ولقيت ان السينما الاولانيه مثلا فيها 300 سيت وبيجي لها 100 رحله، والثانيه فيها 200 وبيجي لها 90 وهكذا. فده معناه ان انا هروح بقى اعمل موديل، يبقى هستعمل الداتا دي عشان اعمل موديل، ولما اجيب الموديل اعوض فيه يقوم يطلع التريبس. هنا مدي لك كم متغير، يعني الداتا الافيلبل دي فيها كم اندبندنت فاريبل؟ 4. لا واحد. هو واحد اللي هو مين؟ اللي هو النمبر اوف سيتس. لكن دي كيسز، دي تريننج داتا، دي كيسز مختلفه. عشان يبقى معايا سيت اوف داتا، معايا تريننج داتا اقدر اعمل بيها الموديل. في حاله ان يبقى معايا متغير واحد، الموديل ده مش هيبقى فيه A2 ولا X2، هيبقى هو A نوت بس بلس A1 مضروب في X، هو الموديل هيبقى الحته دي بس. وساعتها هيبقى اسمه ليه اسم كده خدناه قبل كده. اذا كان الموديل لينير وفيه 1 انبوت فاريبل بس او ان اندبندنت فاريبل، يبقى ليه اسم. حد فاكر اسمه؟ سمبل ريجريشن يا دكتور. برافو عليك، هيبقى سمبل ريجريشن موديل. سمبل ريجريشن موديل. طيب ازاي بقى ابني المعادله دي؟ ازاي ابني الموديل دوت من الداتا ديت؟ يبقى انا محتاج مين من المعادلات دي اللي تحت دي اسولف مين فيهم؟ اكيد هسولف شويه اللي هم دول بس، هسولف دول بس. انا مش محتاج بقى اكس 2 خالص، شويه دول هيتلغوا خالص والمعادله اللي بعد كده هتتلغي. هناخد شويه دول بس بيساوي دول، وبالتالي انا محتاج الان باربعه سيجما اكس 1، يبقى محتاج اجيب صم الدول، يعني محتاج اجيب صم الاكس 1 ليه اكس بقى، مفيش هنا 1 يعني هي اكس واحده بس، اجيب الصم. وبعد كده سيجما واي اجيب سيجما واي، وبعد كده برضو سيجما اكس هي خلاص موجوده، سيجما اكس سكوير
عشان كده بجيب اكس سكوير بضرب الاكس في اكس يديك مثلا 300 في 300 يديك 90000، 200 في 200 يديك 40000 وهكذا، وجيب لهم الصم في الاخر. ومحتاج كمان الاكس مضروبه في واي، يبقى للسبب ده انا عملت خانه للاكس في واي وضربت كل اكس في واي، يعني 300 في 100 يديك 30000 وهكذا، وفي الاخر اجيب صم. طيب يبقى الايكويشن دلوقتي بتساوي ايه بقى؟ يبقى يساوي التو ايكويشنز هيساوي 4 في A0 بلس 1000 في A1 بيساوي سيجما Y اللي هي 400. الإكويشن الثانية هتبقى سيجما X اللي هي 1000 مضروبة في A0 بلس سيجما X سكوير اللي هي 300000 مضروبة في A1 بتساوي سيجما X في 1 اللي هي 114000. أحل المعادلتين دول، نقوم نطلع الـ A0 بـ 30 وهنطلع الـ A1 0.28. يعني اللي هيحل هتطلع معاه كده. يبقى الموديل دلوقتي فين؟ يبقى الموديل بيساوي، يبقى واي بتساوي 30 بلس 0.28 اكس، مش اكس 1 هي اكس كمان. ده كده الموديل خلاص. يبقى انت الداتا دي استخدمتها عشان تجيب. اتفضلي. معلش مش مش يعني هو احنا ما بنعمل الموديل كالكوليشن هي كذا ايكويشن، مش احنا بنضرب مثلا السوليوشن الاكس في المعادله وعشان نطلع المعادله الثانيه؟ لا، احنا بنمسك المعادله دي نعمل لها سميشن. لما تعملي لها سميشن هتجيبي اول ايكويشن هنا. تمام. يعني عايزه تجيبي اللي بعدها الان اللي هي باربعه مش هتخش معانا في مع الترم ايه نوت في الايكويشن الثانيه. ما السميشن بتاع اي نوت، السميشن بتاع اي نوت معناها بتجمعي اي نوت كذا مره، كم مره هو ان من المرات، يبقى كانك ضربتي اي نوت في ان. تمام، دي اول ايكويشن. طب هي الايكويشن الثانيه اللي اول ايكويشن عشان تجيبي ثاني ايكويشن، عشان تجيبي ثاني ايكويشن هنضرب ديت دي في اكس 1 المعادله الاساسيه، هنضربها في اكس 1 وبعد كده نعمل سيجما. تمام، شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. لا طيب جبنا الموديل خلاص ان واي بتساوي 30 بلس 0.2 مضروبه في اكس. الموديل ده هو انا بجيبه ليه؟ عشان اعوض بيه بقى في المستقبل لما احب اتوقع حاجه. طيب انا ما هو السؤال اصلا كان بيقول لك توقع عدد الرحلات اللي هتخرج من سينما فيها 100 سيت. يبقى اذا هعوض هنا، يعني كل الموضوع ان انا اعوض هنا ده الايفالويشن. وانا قبل ما اعوض لازم اعمل ايفالويشن، لان ممكن الموديل يطلع سيء، ولما يطلع سيء لا يبقى اشوف داتا ثانيه اجمعها بقى، ولا اشوف مشكله عندي في الموديل ولا اي حاجه. لكن ما ينفعش اعوض على طول في الموديل اول ما اجيبه، طبيعي جدا ان انا اعمل له ايفالويشن الاول. خدنا الايفالويشن، محاضرة الموديلنج ممكن تعمل بار سكوير روت من سكوير ايرور الكلام ده كله، ودي الايكويشنز بتاعته. عشان تجيب تعوض في الفورمولاز دي انت محتاج واي اي اول حاجه، ومحتاج واي بار. الواي اي هجيبها ازاي؟ ان انا هستعمل الموديل ده واعوض بالاكسات دي، يعني ال 300 تضربها في 0.28 وتجمعها على 30 تديك الواي اي، وهكذا في بقيه الكيسز. وبعدين تجيب كمان الواي بار، عشان انت برضو هنا الترم ده في واي بار، يبقى لازم تجيب واي بار. واي بار اللي هي ايه؟ مجموع الوايات على عددهم يديك 100. بالطريقه دي هنعرف نجيب واي ماينس واي اي، ونعرف نجيب واي ماينس واي بار كل سكوير، تعمل لهم خانات. ولما تعمل لهم خانات هات لهم الصم، عشان اللي بيتحط هنا هو الصم. وبالتالي لو انا عايز اعوض دلوقتي واجيب الار سكوير هقول 1 ماينس كام؟ مين يقول 1 ماينس كام؟ ٢٨٠. 280. شاطر. على كام؟ 4200. على 4200. تمام. وبالتالي هتعوض، يقوم يطلع لك مثلا ار سكوير 0.93، والروت من سكوير طلعت مش عارف بكام. ما هي الروت من سكوير عباره عن ايه؟ عباره عن برضو عن 280 دي اللي هي واي ماينس واي اي كل سكوير على الان، الان باربعه. امال اللي تحتها دي انا بقس هي بس بقسم على الدي اف. ايه هو الدي اف ده؟ حد فاكر؟ عدد الاكس اللي عندنا ناقص البارامترز، عدد البارامترز.
البارامترز اللي عندنا. عدد الكيسز ماينس البارامترز بنسميه degree of freedom. degree of freedom عدد الكيسز 4 ماينس عدد البارامترز اللي في الموديل هم 2 بارامترز او 2 بارامترز اللي هو a نوت و o1 و a1 يبقى اذا 4 ماينس 2 يدي 2 والرقم ده اقسمه على الواي بار واضربه في 100 يديك البرسنتج بتاعه الستاندرد ايرور اوف استيميت اللي هو 12% وبعد كده اقول الموديل ده بقى حلو ولا وحش ايه رايكم حلو ولا وحش هو كده الايرور اللي فيه كبير 12% ف وحش كويس لا هو حلو في حد قال كويس وفي حد قال وحش طيب احنا الار سكوير كنا قلنا ان يعني تبقى امتى تبقى كويسه الار سكوير حد فاكر لما تقرب للواحد لما تقرب للواحد صح ما انت كده بوينت 9 انت عايز ايه يعني ده انت طماع قوي اللي بتقول لي ايرور وحش هو انت الايرور 12% يعني وحش انت عايز ايرور مثلا 2% ده مش هيحصل في يعني صعب قوي انه يتحقق يعني انت عايز داتا كتير قوي يعني عايز عشان نوصل ل 2% دي يعني فلا 12% كويس مقبول لحد كام طب يا دكتور نعم مقبول لحد كام يعني مثلا 15% 20% لا مفيش كده هو مفيش كده برضه يعني هي العمليه ريليتيف يمكن بتوضح اكتر لما يبقى فيه مزاجين لكن يعني مع الوقت هتعرف يعني حتى لو 20% والله برضه انا ساعات اقول عليها كويس يعني حسب انت عانيت قد ايه عشان توصل لدي يعني احنا في الكيس اللي قدامنا دول احنا مجرد جبنا اربع كيسز ووصلت الايرور 12% امال لما اجيب 20 كيس بقى اوصل لايه 12 حلو مش وحش لكن يعني برضو نفس الكلام بوينت 9 بالنسبه للار سكوير ده حاجه ممتازه يعني حاجه كويس فالموديل حلو في الحقيقه الموديل حلو يبقى انه حلو انه لوجيك يعني غير ان هو كويس بالنسبه للميجرز دي لا هو كمان لوجيك قول لي ايه لوجيك دي يعني اول مره نشوف كلمه لوجيك كده ايه لوجيك موديل دي لوجيك موديل معناه الاشاره بتاعته ساين يعني هنا البلس دي هي المنطقيه ولا مش منطقيه لان كان ممكن تطلع لك نيجاتيف انت بتعمل الايكويشن وتضرب ارقام وبتاع ممكن في الاخر تلاقيها طلعت نيجاتيف لو طلعت نيجاتيف هتقول مش لوجيك ليه لان لو طلعت نيجاتيف معناها كل ما عدد السيتس يزيد كل ما الرحلات تقل وده مش منطقي كبيره هيجي لها رحلات اكتر من السينما الصغيره هتقول لي اصل في عوامل ثانيه بقى السينما الصغيره دي مثلا مش عارف بيعرضوا حاجات يعني جذابه اكتر مش عارف بيعملوا لها دعايه احسن مش عارف ايه طبعا انا هنا واخد وان فاليبل فقط في الاعتبار فمحيد الباقي خالص ماكش دعوه بالباقي دلوقتي لكن لو انت بصيت ان هو ده الوحيد اللي بيأثر يبقى اكيد يبقى التأثير ايجابي وليس سلبي مش معنى ان انا اكبر السينما او اكبر اي منشاه يبقى الرحلات اللي هتجيلها تبقى قليله لا كل ما تكبرها كل ما بتبقى مور اتراكتيف يعني بغض النظر سينما او غيرها يعني اي منشاه طبيعي لما يزيد ويكبر يبقى الرحلات اللي بتجيله بتبقى اكتر باعتبار بقيه المتغيرات مش مؤثره يعني هو ده الحاجه الوحيده هنا بقى ده حضرتك معلش نعم الايكويشن دي هتبقى جيفن دكتور انا عندي سؤال اتفضل الايكويشن دي لا دي مش جيفن طبعا هو ده اللينير ده اللينير موديل معقول انت ما تعرفش اللينير موديل دي محتاج ان انا اديها لك في الامتحان مش للدرجه دي يا باشمهندس اللينير لو النون لينير اديها لك هقول لك اعتبر مثلا a y بتساوي a نوت بلس a 1 x تو ذا باور n مثلا او 2 او 3 اديك باور ساعتها لازم اديها لك انا ادي لك الايكويشن لكن اللينير ده يعني سهل جدا مش هقول لك تتحفظ دي ما مش هقول لك احفظها يعني ما تقلش عليها تتحفظ لازم تبقى مفهومه كان حد تاني ليه سؤال دكتور هو احنا في الموديل ايفالويشن لازم نعمل اربع طرق ما فيش طريقه واحده حسب وقتك لو انت عندك وقت اعمل الاربعة ما عندكش وقت اعمل واحدة بس طيب تمام الا اذا جيت انا في السؤال وقلت لك استعمل تو ميجرز مثلا يبقى ساعتها هتستعمل اثنين اثنين اللي انت عاوزه اذا انا خيرتك واقول لك تو ميجرز وخلاص تشوف اسهل اثنين عندك يعني بس انت ايه فولت استعمل الاربعة بس باي ديفولت يبقى الاربعة تمام
عندي لي سؤال تاني. حياتك الواي اي دي بجيبها ازاي؟ معلش انا اسف جدا. الواي اي الواي اي الواي اي بعوض في الموديل. يعني مثلا 300 اللي عايز اعرف السينما الاولانيه اللي فيها 300 سيت متوقع حسب الموديل ده تطلع كام رحله، اعوض هنا اضرب 300 في 0.28 واجمعها على 30. تعال ناخد المثال الاخير ده اسهل. ال100 دي السينما اللي فيها 100 كرسي، هضرب 100 في 0.28 تطلع 28، اجمعهم على 30 تديك 58. مفهوم؟ تمام كده يا دكتور، مظبوط قوي. طيب كده نجاوب على السؤال بقى. يعني كده بعد ما اتاكدت ان الموديل كويس ابدا اجاوب على السؤال واستخدمه في توقع في المستقبل. فهو كان بيقول لي سينما مش عارف 100 برضو، يعني صدفه هي نفس ال100، فهضرب ال100 في 0.28 واجمع على 30 يديك 58 تريبس. كده جاوبنا السؤال، وصلنا للاجابه. بس عشان اوصل للاجابه كان لازم اعمل الموديل، والموديل مش مجرد تجيب كوفيشنتس، لا تجيب كوفيشنتس وتعمل له ايفالويشن عشان تتاكد انه كويس وبالتالي تستخدمه، لان لو ما كانش كويس يبقى مش هتستخدمه او تشوف موديل تاني تستخدمه. مفهوم يا شباب؟ ننقل على النظريه اللي بعدها. بس حضرتك انا عندي سؤال معلش. اتفضل. هو حضرتك دلوقتي انت قبل ما المفروض، مش المفروض قبل ما اعوض في الموديل ده اتشيك كورليشن على العلاقه بين اكس وواي، ان في مفروض كورليشن قوي بين اكس وواي؟ برافو عليك. مش انا رحتش عملت السيرفي ده الا ما تكون عملت الاول الكورليشن وحددت مين هو المتغير الاساسي وتنزل تجمع بيانات على اساسه. قلت لك الداتا دي، فانا اوريدي المفروض عملت الاكسرسايز ده وطلع ان نمبر اوف سيدز هو اكتر حاجه مؤثره، وبالتالي جمعت بيانات على هذا الاساس. لكن في الحقيقه لو انا مديلك داتا كتير وبقول لك اختار انت بقى مين متغير واحد بس، ساعتها اعمل كورليشن واختاره وبعد كده ابني الموديل على اساسه. بس هي انها هتبقى مساله طويله شويه. تمام مفهوم كده؟ بقول لك تمام مفهوم. حد ليه سؤال تاني؟ بالنسبه يا دكتور للايكويشن بتاعت الموديل ايفالويشن ديت، ديفولت انها حفظ ولا جيفن؟ لا دي برضو للاسف مش جيفن. يعني هي طبعا شكلها ممكن تبقى اصعب شويه طبعا من ده ما ينفعش يتقال جيفن ولا مش جيفن. سؤالك هنا فاليد، هل دي هتبقى جيفن ولا لا؟ الاجابه لو قدرت هحطها لك وبلغك قبلها. يعني لو ينفع اعمل فورمولا شيت وترفق بورقه الاسئله هعملها واديها لك، لو ما نفعش يعني هعملها وهرفقها بس هبلغك، هقول لك خلاص دي انا هجيبها لك في الامتحان. لكن لو ما عرفتش يبقى ده الديفولت ان انت تحفظها. يعني لو ما لقيت اني كونفيرميشن قبل الامتحان ان انا هحط لك فورمولا شيت ما عرفتش، لان في رولز في الكليه انا مش بمزاجي اعمل اللي انا عايزه. لو ما كانش في الامكانيه دي يبقى سعادتك لازم تحفظ شويه. خلاص ماشي شكرا. طيب هنا بس انا في ملحوظه هنا، ان لما جمعنا الواي اي لما تجمعهم هيطلعوا برضو 400. 400 دي معناها مجموعها زي مجموع التريبس الاساسيه. حد يقول لنا ايه تفسير الكلام ده؟ يا دكتور لو سمحت. اتفضل. هو حضرتك السلايدز مش باينه عندي ولا هي متشاله؟ لا لا باينه عادي. زمايلك شغالين معايا هو بيسال، يبقى اخرج انت خليك. بسال يا شباب، بقول لما تطلع ال 400 دي تيبيكال زي دي، دي حاجه يعني كانت متوقعه ولا مفاجاه؟ ده دليل على ان الموديل ده قوي. لا الموديل خالص متوقع. متوقع للاخر زيرو. حضرتك لازم يكون سيجما الواي استيميتد ناقص سيجما الواي الاوبزرفد ايكوال زيرو، الايرور بتاعي زيرو عشان المعادله بتاعتي فيها تو تيرمز اصلا، يعني فيها اصلا ثابت، غير ان فيها الترم الثاني اللي هو الاي 1 غير اللي هي الكلام الكبير ده. الكلام الحلو ده طلع من واحد اسمه ايه بقى؟ قول لنا اسمك. عبد الفتاح محمد بيومي. عبد الفتاح بيومي سيكشن سيكشن 6 بنش نمبر 27. طيب شاطر يا عبد الفتاح.
هو سميكو بيقول ده متوقع ولازم يحصل كده، لو ما طلعش كده يبقى في غلط في الحسابات. ليه؟ عشان احنا هنا الموديل فيه كوفيشنت. لو الموديل ما فيهوش كوفيشنت اللي هو الاي نوت ده، زي ما هنشوف دلوقتي في النظريه اللي جايه اللي هي التريب ريت، بنستغنى عن اي نوت، ساعتها ده هيطلع غير ده، ويبقى السام اوف ايرور كمان مش هيطلع بزيرو. المفروض هنا السام اوف ايرور يطلع بزيرو، لازم يطلع السام اوف ايرور بزيرو. يعني لما نشوف الايرور هنا بكام، الايرور هنا 100 ناقص 14 بنيجاتيف 14، هنا ببلس 4 يبقى نيجاتيف 14 وبلس 4 يبقى نيجاتيف 10، هنا ب 8 يبقى نيجاتيف 10 و 8 يبقى نيجاتيف 2، هنا ب 2 ونيجاتيف 2 يطلع بزيرو. يعني هنا السام اوف ايرور لازم يطلع بزيرو، ولازم السام اوف اي استيميت بتساوي السام اوف واي استيميت بتساوي السام اوف واي. ده من ملازمات الليست سكوير المبنيه على موديل فيه كوفيشن، دي من ملازماته. فدي ليست دليل على ان الموديل قوي، لكنه دليل على حسابات مظبوطه، لانك ممكن تكون غلطت في الضربيات ولا حاجه، فهتبص تلاقي الرقم ده مش هيطلع بيساوي ده لو كان فيه كوفيشن. لكن لو ما فيش كوفيشن يبقى الرقم ده اصلا مش هيطلع زي دوت، لكن يطلع قريب منه، يطلع قريب منه. شاطر يا عبد الفتاح. خلينا نروح للمستر. نعم دكتور. وحضرتك في اكتر من شخص دي مش باين عنده، يعني حوالي 5 أو 6 مش باين عندهم. طيب يعني دي اكيد خاصه برضه بيك انت مش بيا. طب هو حضرتك ممكن مثلا حضرتك تشيلها وترجعها تاني، ممكن تشتغل عندنا كلنا. ممكن اعمل كده بسيط. طيب نعمل شير تاني اهوت كده. يا رب ظهرت. تمام حضرتك شكرا. ظهرت؟ ظهرت. لا دكتور دي راحت خالص، انا عندي راحت. ظهرت تمام كده. كده ظهرت. الحمد لله ماشي الحمد لله. طيب الطريقه اللي بعد كده يا شباب اسمها تريب ريت، وبرده التريب ريت دي اتكلمنا فيها قبل كده في اول محاضره. بيبقى الموديل ما فيهوش كوفيشنت بقى، ما بيبقاش فيه كوفيشنت، بيبقى على طول الواي بتساوي اكس مضروب في كوفيشنت، يعني هو كوفيشنت واحد بس مش كونستنت يعني. وبنعمل له برده طبعا الواي هي التريبس بتاعت الزون، والار هو بنسميه تريب ريت بقى، بيبقى ليه اسم بقى تريب ريت. هنا كنا بنسميه السلوب، هنا بنسميه تريب ريت. وتبقى الاكس برضه هو الموست افكتيف او الموست اندبندنت افكتيف فاريبل، ماشي، زي النمبر اوف ستودنتس او الامبليز او الاريا او اي حاجه. وبعدين الحقيقه بقى الطريقه دي ميزتها ان بقدر اعمل بيها مانوال، بقدر اعمل بيها مانوالز، وبالفعل الدول بتعمل لنفسها مانوال بناء على الموديل ده. يعني مثلا لو كان نمبر اوف ستودنت، تشوف يا ترى في المتوسط كده الستودنت الواحد بيطلع كام رحله، يبقى ده الريت بتاعه. الامبلويز في المتوسط بيعمل كام رحله وهكذا. فبنعمل هنا ايه مانوالز. المانوالز دي بنجمع داتا كتير طبعا، يعني المانوالز دي يعني في الحقيقه طبعا كل دوله بقى وامكانياتها. يعني اللي قدامنا ده الاي تي اي، الاي تي اي ده امريكي، يعني ده المانوال بتاع امريكا. واخدين طبعا انشطه كتير جدا جدا جدا، يمكن شوبينج سنتر ده رقم 820، هم 1600 ولا 1700، فانشطه كتير جدا. وجمعوا بقى جوه كل نشاط جمعوا داتا كتير، يعني مثلا ده شوبينج سنتر راحوا على 412، لو انت واخد بالك 412 شوبينج سنتر، وجابوا العلاقه ما بين يمكن هنا ما بين المساحة وما بين الرحلات اليومية. يعني قعدوا يراقبوا الشوبينج سنتر على مدار اليوم، يشوفوا كام واحد بيجي للشوبينج سنتر ده مقارنة بمساحته، ويحط نقطة من النقط اللي قدامك دي. يعني مش فور كيسز بقى زي المثال اللي احنا شفناه من شوية، لا ده كيسز كتير جدا، وبناء عليه حسبوا الايه، حسبوا الريت. طبعا امريكا كانت من اوائل الناس اللي عملت المانوالز ده، وكل كام سنه بيطوروه وبيزودوا فيه حاجات وبتاع. جت دبي بعديهم كده يمكن من حوالي 10 سنين او اكتر شويه، عملوا مانوال. الرياض اعتقد برضو
من 10 سنين كده عملوا مانوال الكويت. احنا يمكن بدأنا مؤخرا نفكر في الموضوع ده وبدأنا بالفعل خطوات، بس امتى نخلص مش عارفين. لغاية اول ما يخلص يبقى احنا ما عندناش مانوال، ولازم ساعتها نروح نعمل يعني نعمل كاليبريشن للموديل، نعتبره موديل ونعمله كاليبريشن، يعني نجمع داتا ونعوض ونجيب الموديل ونعمله ايفالويشن والى اخره. ادام ما فيش ايه، ادام ما فيش مانوال. الموديل ده سهل قوي، لو انت عملت صم ضربت في اكس وعملت صم هتطلع لك الار بالايه بالمعادله دي، يعني ضربت في اكس لان ده المتغير اللي انت ده المجهول اللي انت عايز تجيبه، فعشان تجيبه بنضرب المعادله في اللي مضروب فيه اللي هو الاكس يبقى وتجيب الار هتبقى صم اوف اكس في واي على صم اكس سكوير. معادلتها سهله يعني. لو خدنا نفس المثال اللي فات ونحله بطريقه التريب ريتس هو نفس الكلام، بس المعادله بقى اللي انا هعوض بيها مش هتبقى معادلتين وبحلهم، لا هي معادله واحده بس هتعوض في دوت، مجرد اكس واي صم اكس واي اللي هي 114000 تقسمها على الصم اكس سكوير اللي هي 300000 يديك 0.38، ويبقى الموديل واي بتساوي 0.38. طبعا باكد ان احنا بنروحش نعمل الحسابات ديت ونجيب داتا والى اخره الا اذا ما كانش فيه مانوال. وكلمه مانوال هنا مش معناها حاجه يدوي، لا مانوال هنا زي كود، مانوال معناها كود. لو ما فيش كود يبقى بروح انا اعمل اجمع داتا واعمل لها ايه الموديل. يعني لو انا عايز احكم على الموديل ده قوي ولا ضعيف يبقى لازم اعمل برضو الموديل ايفالويشن واعوض في الحاجات دي، يبقى لازم اجيب الواي برضو اي ولازم اجيب الواي بار، وساعتها اجيب واي ماينس واي اي واي ماينس واي بار كل سكوير، وبعد كده اعوض في الحاجات دي. طلع هنا الار سكوير 0.79. خد بالك الديجري اوف فريدم هنا 3. حد يقول لي ليه 3؟ أربعة ناقص واحد بس. أربعة ناقص كم؟ ناقص واحد. اللي هو واحد. أربعة ناقص واحد صح. إيه الواحد ده؟ اللي هو الأر. عشان هو متغير بالظبط، عشان هو كوفيشنت واحد بس، وبالتالي يبقى أربعة ناقص 3 يطلع. دكتور معلش هو حياتك دلوقتي 300 الواي استيميت ما بتساويش السميشن، يعني 380 بتساوي 400 ما بتساويش ال 400. صح ما بتساويش ال 400 فجأة، يعني ده غلطة في الحسابات. دي غلطة ده متوقع. انت عايز تقول ان في غلط؟ لا متوقع. متوقع طبعا. متوقع ليه؟ متوقع بالنسبة لطريقة الريت فده متوقع وطبعا كمان، يعني مش بس متوقع ده متوقع وطبعا. بما ان مفيش هنا كونستانت، مفيش انترسبت كونستانت، يبقى لازم ده يختلف عن دوت شوية، بس مش كتير يعني، برضه خد بالك 380 من 400 الفرق برضه مش ضخم يعني. طيب المهم الموديل بشكله اللي قدامنا ده هل هو قوي ولا ضعيف؟ يعني نستعمله ولا لا؟ قوي. قوي يا دكتور. يعتبر قوي برضه مش وحش يعني، مش لدرجه ان انت تقول لا مش هستعمله ودور لك على موديل تاني. لا يا سيدي ماشي شغال، يعني شغال. هو صحيح طبعا اضعف من اللي فات، اضعف من اللي فات، بس اهو يعني نقدر نقول مقبول يا سيدي. لو انت مش عايز تقول ان هو قوي وجيد وبتاع قول ان هو اكسبتبل على الاقل. وبالتالي ينفع دلوقتي اعوض فيه واجيب واجاوب على السؤال بقى. السؤال هنا هيطلع كام بقى؟ هيطلع كام؟ هيطلع 38. طبعا إذا كان أنت بتقول إن السينما اللي هتبقى 100 سيت هتطلع 38، ده في أصلاً موجودة هي أصلاً بتطلع 60، يعني هما 100 سيت وبيطلعوا 60، أنت الموديل بتاعك بيقول إن هي 38، ده يؤكد إن الطريقة ضعيفة شوية، يعني دقتها أقل شوية. طبعاً هو مش هينفع يطلع نفس ال 60 نتيجة إن هو بياخد في الاعتبار كل دول مش واحدة بس. هو مش مرتبط بال 60 في حاجه، هو مرتبط بيهم كلهم، فيعتبر كده ان افريج ال 100 بقت تطلع كام؟ تطلع 38 which is under estimation بالنسبه لل 60 الجيفن. طيب يعني الطريقه دي ضعيفه مقارنه بالطريقه اللي فاتت اللي هي سمبل ريجريشن او طريقه اللينير ريجريشن عموما، ومع ذلك بنستخدمها. طب ليه بقى اذا كان
بالضعف ده فممكن نستعملها ليه؟ حد يعرف؟ طيب هي ببساطة السؤال تاني ليه الطريقة دي بالرغم ان هي اقل دقة من طريقة اللينير ريجريشن او السيمبل ريجريشن ومع ذلك بتبقى مستخدمة والدول زي ما انت شايف هنا عملت المانوال زي دي مبنية عليها والمانوال زي دي اتكلفت فلوس كتير جدا جدا والناس شغالة كتير ليه بتستخدم؟ الاجابة اختصار اتفضل هو انا يعني بقول بالنسبه لنا احنا في مصر مسؤول ايه اتفضل بقول بالنسبه لنا احنا في مصر مضطرين نستخدمها بما ان احنا اصلا ما عندناش مانوال ما بص بقى بص اللي انت بتقوله في مصر بما اننا ما عندناش مانوال فاحنا مضطرين نعمل حسابات التريب ريت الكلام ده كده صح 100% بس اذا كنت انا هعمل تريب ريت هجيب داتا والى اخره طب ما اعمل سمبل ريجريشن يعني اذا كنت انت هتجمع داتا وتعمل موديلنج طب ما تعمل له موديل بقى يكون اقوى واختار ساعتها السمبل ريجريشن ممكن عشان دي اوفر في ايه اوفر من الكود يا دكتور ممكن يكون هي اسهل انا حاسس انها يعني اسهل بص هي لا شك ان هي اسهل من اللي فاتت كان هنا في متغير واحد بس والمعادله حتى بتاعتها سهله هي مش محتاج بقى اقعد اعوض في معادلات كتير واجيب حاجات كتير ممكن يكون من هذا المنطلق دي اسهل من اللي فاتت صح بس هو في الحقيقه انا مش باصص بقى على موضوع ان انت تجيب داتا وتعمل موديل لا انسى الجزء اللي على اليمين ده خلينا في الجزء اللي على الشمال الجزء اللي على الشمال ده لو ان في مانوالز يبقى ساعتها هي اسهل ما تبصش برضو للكيس بتاعة مصر انا بكلمك عموما للطريقة دي تستخدم وورلد وايد اكتر من اي طريقة تانية ليه؟ عشان في مانوالز ايفن ان احنا الدول اللي ما عندهاش مانوالز لغاية ما تعمل المانوالز بتاعتها هي بتعتمد ايضا على المانوالز بتاع الدول الاخرى صحيح في اختلاف في بيهيفير واختلاف مش عارف ايه والى اخره ده بيتعمل له جاستيفيكيشن ونقول الريت هنا في امريكا كذا لا احنا نكبره شويه عشان البيهيفير بتاعنا مختلف وهكذا لكن ستيل بتبقى نقطه انطلاق قويه ان في مانوالز سواء مانوال في الدوله اللي انا عايش فيها او اللي بعمل فيها المشروع او مانوالز في دول اخرى فالطريقه دي للاسباب دي الطريقه دي هي طريقه بوبولار على مستوى العالم نتيجه ان في اوريدي مانوالز الناس بتستعملها دون ان هي تروح تعمل سيرفي وتعمل داتا وانت عارف الموضوع السيرفي والداتا والاناليسيس كل ده عمليه مجهده ومحتاجه فلوس والى اخره طب اخر طريقه اللي هي طريقه الكروس كلاسيفيكيشن الكروس كلاسيفيكيشن هي قريبه جدا من الطريقه اللي فاتت دي اللي هي بتاعه الريتس بس بيتعمل لها تيبل الطريقه اللي فاتت اللي هي تريب ريت هي اعتمدت على متغير واحد بس هنا لا انا عايز ادخل كذا متغير في الاعتبار يعني قدامنا التيبل ده فيه ثلاث متغيرات في النمبر اوف ستودنتس وفي النمبر اوف بيرسونز وفي النمبر اوف فيكلز وبالمناسبه ده التريب ريتس بتاعه الاسر ده التريب ريتس بتاعه الاسر ففور اكزامبل مثلا ال 1.8 دي معناها ايه معناها ان التريب ريت بتاعه الاسره المكونه من 5 افراد وفي نفس الوقت الخمس افراد دول فيهم 3 ستودنتس وفي نفس الوقت الاسره دي عندها عربيتين بيبقى المعدل 1.8 بير داي يعني تريب بير داي بير هاوس هولد يعني الهاوس هولد دي بتعمل 1.8 رحله في اليوم مثلا وهكذا في بقيه الارقام اذا حسيت كده ان الجمع ده خد كام متغير في الاعتبار خد 3 خد النمبر اوف بيرسونز وخد النمبر اوف ستودنتس وخد النمبر اوف فيكلز لازم الثلاثه دول يكونوا مؤثرين عشان ناخدهم يعني الاول هتعمل كورليشن ماتريكس وتختار الثلاث متغيرات وتبدا تسال الناس عملتوا كام رحله وتسجل قيم الاتريبيوتس دي بالنسبه لها وفي الاخر تمسك كل الناس اللي بنفس الكاتيجوريز يعني فيهم نفس الخصائص يعني عندهم عربيتين
وعندهم ثلاثة طلبة وهم مكونين من خمسة، وشوفهم عملوا كام رحلة وتقسمهم على عدد الأسر يديك الريت average rate. هنا مش modeling خالص، ده مجرد average rate. يبقى الطريقة دي محتاجة طبعا comprehensive data collection، يعني محتاجة طبعا household interview survey، ويعني data كتير جدا جدا. بس الميزة الطريقة دي بقى ان عملت الجدول خلاص استعمله بعد كده، مش محتاج تعمل سيرفي تاني. وده اللي حصل عندنا في القاهرة. القاهرة اتعمل سيرفي سنة 2003 او 2002، ومش فاكر ساعتها تم مقابلة 100,000 اسرة تقريبا، 100,000 اسرة، وصنفناهم كده كل الاسر اللي هي مكونة من خمسة تيجي نجيبها على جنب كده في الداتا، يعني نجيب الداتا بتاعتهم على جنب ونصنفهم كمان اللي عندهم ثلاث طلبة واللي عندهم عربيتين، ونبدأ نجمع عدد الرحلات اليومية اللي خارجة منهم ونقسمهم على عددهم عدد الأسر يديك 1.8 وهكذا. فالجدول ده هو جدول حقيقي، الجدول ده جدول حقيقي جاي من دراسات سابقة. وميزتنا في مصر احنا عندنا هذه الجداول، هي في الحقيقة مش جدول واحد، ده جدول لكل تريب بيربس، لكل تريب بيربس اعمل له جدول. بس انت عشان تجمع بقى تجيب التريب بيربس الاولاني تحسب له التريب جنريشن، وتجمعه على الثاني وتجمعه على الثالث وعلى الرابع وهكذا يديك التوتال تريبس. يبقى التيبل ده جه ازاي بقى؟ انا يهمني تعرف، مش تحفظ طبعا، حد يقول احفظ التيبل ده يعني استحاله طبعا. لو كان هجيب لك طبعا التيبل او اجيب لك جزء منه، لكن التيبل ده اللي يهمني تعرفه التيبل ده بيتعمل ازاي. خطواته ببساطه، تعمل بايلوت سيرفي. كلمه بايلوت سيرفي يعني تقابل عينه صغيره قوي، صغيره بنجرب لسه، وبعد كده من البايلوت سيرفي داتا نحدد ايه هي المتغيرات الموست افكتيف، وفي نفس الوقت كمان يكونوا اندبندنت، وبالتالي هستعمل كورليشن. وبعد كده تقسمهم الى كلاسز، الى كلاسز، وتبدا تملى الكلاسز دي من خلال هاوس هولد انترفيو سيرفي، يعني تقابل الناس وتصنفهم، تصنف الاستماره دي عشان تجمع الاستمارات اللي هم نفس الكاتيجوري مع بعض، وبالتالي تجمع التريبس بتاعتهم، وتعمل داتا هاندلنج لو في حاجه ناقصه بتكملها، لو عرفت تكملها، لو ما عرفتش تكملها ترمي الاستماره خلاص تبقى بايظه. لو عرفت تكملها مثلا عن طريق ان انت معاك تليفون سالت الشخص نفسه اللي هو بيعمل انترفيو، ممكن يكون فاكر ولا حاجه، المهم في الاخر بتكمل بياناتك او بتمسحها لو هي ما ينفعش تكمل. وبعد كده تستعمل بيفوت تيبل، دي خاصيه او فانكشن موجوده في الاكسل بياخد كل الداتا دي بيحولها لك الى تيبل ظريف كده متقسم. بس البيفوت تيبل ده لو انت هتعمله بتعمله على الافريج، يعني الرقم اللي يطلع هنا يبقى افريج، لان البيفوت تيبل بصوره عامه ممكن يجيب لك افريج، ممكن يجيب لك سم، ممكن يجيب لك مينيمم، ممكن يجيب لك ماكسيمم، ممكن يجيب لك حاجات كتير. فبنشتغل على الافريج عشان الافريج ده هو احسن قيمه، وبالتالي هو ده اللي انا هعتمد عليه. اكزامبل سريع اقول لك، لو انت التيبل اللي قدامك ده بقول لك استخدمه، عايزك تحسب لي التريبس اللي خارجة من كومباوند. الكومباوند ده فيه أسر، خصائص الأسر، خصائص الأسر بالشكل ده، يعني الكومباوند فيه 20 أسرة مكونة من فردين وعندهم عربية واحدة وما فيش فيهم طلبة، وفيهم 15 أسرة مكونة من 3 أفراد وعندهم عربية وما فيهمش طالب، والكومباوند ده فيه 50 أسرة مكونة من 5 أفراد وعندهم عربية واحدة وما فيهمش ولا طالب وهكذا. يعني صنفت الأسر اللي موجودة في الكومباوند ده، كان لازم تعمله. بعد كده أضرب بقى الحاجات دي في التريب ريتس، يعني كل نوع من دول أضربه في التريب ريت المناسب. يعني 20 مثلا دي 20 أسرة مكونة من فردين وعربية واحدة ما عندهمش طلبة، يا ترى الريت بتاعهم يبقى كام؟ يعني بيزد على التيبل ده يبقى الريت بتاعهم كام؟ حد يقول لي؟ حد يقول يا شباب؟ 2.1. برافو عليك. اسمك ايه بقى؟ من سكشن كام؟ جو يوسف. اسمك ايه من سكشن؟ طب انا سمعت بقى، ما سمعتش الاسم. جو يوسف. طيب اسمك جيو؟ والله اسمك ايه؟ جوي يوسف.
جو يوسف. اوكي من شاطر يا جو. فهي قالت ان الكاتيجوري ده اللي هو اسرتين وعندهم عربيه ومفيش طلبه يناظروا في التيبل ده ال 2.1. هي دي لان ديت عند اسره مكونه من طالبين وعربيه واحده ما عندهمش طلبه، يبقى انا هضرب ال 20 دي في ال 2.1 وبالمثل ال 15 دي بقى تناظر كام؟ اكيد هتناظر 1.5 وهكذا. بعمل تيبل اخو ده، بعمل تيبل اخو ده بس بالريتس اللي جاي من هنا، يعني ادي ال 2.1 وبعد كده ال 1.5 كل الكاتيجوري من دول اجيب له الريت من التيبل ده. والخطوه الاخيره ان انا اضرب التو تيبلز في بعض، يعني الخطوه الاخيره اضرب التيبل ده في التيبل ده، يعني 20 في 2.1 يدي 42، ال 15 تضرب في 1.5 تديك تقريبا 23 وهكذا. وفي الاخر بقى جمع 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 كل ده يطلعوا 724. 724 ايه؟ رحله للكومباوند ده، هيخرج منه 724 رحله في اليوم. واضح ان الطريقه دي ممكن تبقى سهله بس لازم يبقى التيبلز دي موجوده، لو التيبلز دي مش موجوده لا تبقى صعبه طبعا ومكلفه والى اخره. اتفضل. عندي سؤال، هو حسبنا حسبنا 2.1 ازاي؟ لا ما حسبناش، التيبل ده لازم يبقى موجود قبل كده، فدخلنا بس على التيبل وطلعنا 2.1. ليه 2.1؟ عشان انا بسالك على الريت بتاع الاسر دي، الاسر دي ده مكونه من فردين وعندهم عربيه واحده وعندهم ما عندهمش ولا طالب. فاروح على الجدول للكاتيجوري المناظر اخد الريت بتاعه. الجدول ده كده يعتبر لي يعني او حاجه زي كده مرجع بنرجع له. بالظبط كده، اكنه كود برضه. اكنه كود. لو مش موجود يعني احنا في مصر الحمد لله موجود بس محتاج يتعمل له ابديت طبعا. محتاجين ربنا يكرمنا كده نوفر فلوس ونعمل له ابديت لانه بقى له 20 سنه تقريبا يعني شغالين بيه. اكيد الدنيا اتغيرت ومحتاج يتعمل له ابديت. بس طبعا ابديت يبقى عايز برضه بادجت جباره تاني عشان نقدر نعيش نفس الحاجه. خلاص شباب، حد ليه سؤال تاني؟ دكتور بعد اذنك. اتفضل. ممكن حضرتك بس الارقام اللي في الجدول الاخير كانت ازاي؟ ال 42 مثلا؟ مثلا ضربت 2.1 في ال 20. ال 20 دول عدد الاسر، عندي 20 اسره. في المتوسط نوعيه الاسر دي بتعمل 2.1 رحله في اليوم، يبقى لما اضربهم في بعض يديك 42 رحله في اليوم. يعني بطلعها من الجدول الاساسي بضربه في عدد الاسر. ايوه، يديك عدد الرحلات، اجمعهم بقى كلهم يدي لك عدد الرحلات للكومباوند كله او للزون كلها. شكرا لحضرتك. حد ليه سؤال تاني يا شباب؟ دكتور معلش، هو الكولوم الازرق، الكولوم الازرق ده نمبر اوف بيرسونز؟ الكولوم النون الازرق اللي هو ده؟ تمام. هو ده النمبر اوف بيرسونز في الاسره، يعني هنا اسره مكونه من فرد واحد، هنا اسره مكونه من فردين، هنا اسره مكونه من ست افراد. ماشي كده؟ حياتك بس ال 2.1 وال 2.5 دي كانت بتيجي من اي حاجه خدناها قبل كده في التريب جنريشن، يعني عملناها ازاي؟ يعني 2.1 دي بتيجي ازاي؟ لو احنا حبينا نملى الجدول، يعني انت ربنا كرمك بص وعايز تعمل جدول مناظر لده، صح كده؟ بالظبط تمام. اللي هيحصل يا باشمهندس هتنزل تسال الناس هاوس هولد انترفيو سيرفي، خلاص تسالهم تمام. بتقول لهم انتوا عندكم كم فرد في الاسره وعندكم كم عربيه وفي كم حد طالب عندكم، حلو. وبعدين تسال تسالهم بيعملوا كم رحله في اليوم، وتسيبهم تروح لاسره تانية عندهم نفس الخصائص، يعني هم فردين برضو اتنين وعندهم عربيه واحده ما عندهمش طلبه، وتروح لاسره ثالثه ورابعه قابلت 10 اسر عندهم نفس الخصائص واجمالي الرحلات اللي بيعملوها كلهم ال10 اسر 21 رحله في اليوم، يبقى ساعتها الان افريج يبقى الريت بتاعهم كام؟ بقسم بجمعه بقسم على العدد، ده هو ده كده، يبقى قسمت ال21 على 2.1. يبقى الجدول اللي فوقيه بقى كده، ده انا كده الرقم من غير اسم الجدول اللي فوقيه. يعني ايه الجدول اللي فوقيه؟ توصل ايه اللي فوقيه اللي هو ده؟ الجدول اللي هو بتاع اللي هو ال 20 وال 15 وال 20. ده حصر، ده مجرد حصر لعدد الاسر وليس حصر لعدد الرحلات.
اللي هنا قسمنا عدد الرحلات اللي بتخرج من الاسر على على 20، لكن هنا ده حصر العدد من الاسر بالخصائص دي. لسه ما اعرفش الرحلات ده، انا اللي عاوز اجيب الرحلات بتاعتي. تمام يا دكتور، واضحه؟ طيب معلش الوقت جرب بينا، انتوا جاهزين للكويز كده سريع؟ معلش سؤال بس في قديم. قديم ايه؟ اتفضل. هو الكوريليشن، الكوريليشن لما يكون بنيجاتيف ده معناه ان الفاكتور ده بيعمل ريدكشن في. طب بس عشان اجاوبك معلش، يعني عشان اجاوبك او انت وانا بجاوبك كده، انا حابب بس ابعت لكم لينك كده، مش عارف ابعته لكم ازاي. في الشات يا دكتور. ممكن حضرتك يا دكتور تبعته في الشات او حضرتك تبعته لي وانا انزله لهم. طيب انا بس مش عارف ابعته لك احسن، معلش بس انا مش شاطر قوي في الموضوع الشات ده. انا ببعته ليك دلوقتي يا باشمهندس احمد، يا ريت تفرده بس زمايلك بعد اذنك. قول يا باشمهندس اتفضل. اللي يجي له، اللي يجي له يا شباب اللينك يدخل الكوريليشن حضرتك لما يكون بنيجاتيف تمام، ده بيعمل معناه ان هو بيعمل ريدكشن في القيمه يعني. لا ملهاش علاقه. طب معناه ايه يا دكتور عشان ما فهمتش الجزء ده؟ طب تعمل الجزء الاول بعد كده نبقى نتكلم. طيب ماشي مفيش مشكله. يلا فتح معاكم يا شباب الكويز. هو احنا هنحل في ورق يا دكتور ونصوره ونبعته بي دي اف، ولا ده تشوز مثلا ام سي كيو ولا ايه؟ طب افتح اللينك وبعد كده نتكلم. لسه ما بعتهوش انا، ما حدش جاء ما جاليش. لسه ما بعتهوش يا دكتور. هو احمد عبد الله معانا دكتور؟ يا دكتور انا بعته دلوقتي، المفروض مناديب السكاشن هيبعتوه وهنزله برضه دلوقتي على جروب الدفعه. طب يلا يلا عشان هو ربع ساعه بس فهنخلص على الساعه 3. ثلاثة هقفل استقبال اي اجابات. طب احنا كده فتحناه خلاص. انا هنخلص ونصور يا دكتور ولا هنعمل ايه؟ لا لا ما تصورش حاجه، هي الاجابه في نفس الكوتشينير، يعني هو اكنه كوتشينير، انت بس هتقرا السؤال وتجاوب تحت منه على طول. اكتب الاجابه، اكتب باختصار يعني، ما تقعدش تحكي قصص يعني باختصار شديد. انا مش عارف اوصل مش عارف توصل ايه؟